كل مرة بنتلاقى بحدا بيسألنا شو الأخبار. تابعونا كل نهار أربعة الساعة 3 لنتناقش ونتحاور ونسلط الضوء على أهم المواضيع اللي بتخصنا كلنا بتجرد وموضوعي. برنامج شو الأخبار مع حسين هاشم كل نهار أربعة الساعة 3 على راديو سينا 102.3 FM. تابعونا لتعرفوا شو الأخبار. تحياتنا لكم مستمعينا من 102.3 FM ومستمعي برنامج شو الأخبار. معكم حسين هاشم، واليوم حلقة جديدة من هيدا البرنامج اللي بيطلع عليكم كل نهار أربعة حصريا على 102.3 FM، وأكيد يعاد بس هذا البرنامج على قناتنا على اليوتيوب والويب سايت الخاص فينا. فأكيد كل تلك الحلقات التي نعرضها أو يعني من بسها على 102.3 FM بمساعدة المخرج رنا حداد، نحن عم نقدر نرجع نطلعها على اليوتيوب وعلى القناة تبعنا أصلاً الويب سايت اللي هو قناة شو الأخبار. اليوم رح يكون معنا الدكتور تمام محمد من هارد اند فاسكولر انستيتيوت، موجودين في مدينة ديربون ساوثفيلد وديترويت، ومختص بأمراض القلب والأوعية الدموية وحائز على البورد الأمريكي في عديد من الاختصاصات. رح نكون نحن بخدمتكم تقريباً للساعة 4 للإجابة على كل الأسئلة التي تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية. واليوم لدينا موضوعين سوف نتحدث عنهم بالتخصيص. رح نكون نتحدث عن مرض الرينود ديزيز، وكمان الحمى الروماتيزمية روماتيميك فيفر. هودي موضوعين رح نتحدث فيهم اليوم خلال الحلقة. أكيد فيها أسئلكم تكون عن هيدي المواضيع وكمان عن أي موضوع يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية. بداية الحلقة مثل ما عطول بنعمل نحن وياكم نتشكر السبونسرز تبع هيدا البرنامج، اللي هني كل من مزاد الولايات المتحدة للصبح والفضة وفورنيتشر كينج خينا محمد كحلة، مركز ديربون لتعليم الكبار ديربون أدولت إديوكيشن، أليكس دهيني من توب مورجيج كومباني، وسلينك تي في أربك، وكل المحطات العربية من خلال سلينك تي في أربك بأمريكا. دكتور تمام أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، شكرا حسين، كيفك؟ الحمد لله. نحن سعيدين بوجودك دكتور. عطول هيك بتكون حلقة مليئة بالمعلومات لما بتكون معنا، فنحن سعيدين بوجودك معنا اليوم. تفضل دكتور، رحب بالعالم ونبلش نحن وياك مثل العادة. يعطيكم العافية، إن شاء الله بتكون هالسنة أحسن بكتير من السنة الماضية ومليئة بالصحة والعافية للجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب جمعا على الجميع. أكيد دكتور، رح نبدأ بالموضوع اللي كنا مفروض نحكي فيه في الحلقة الماضية، بس بسبب أنه بتعرف يعني أخذ وقت الموضوع اللي كنا نتحدث فيه، اللي هو مرض الرينند ديزيز إذا ماني غلطان. إذا فيك تقلنا شو هو هيدا المرض دكتور، مثل عادي حضرتك بتعطينا نظرة عامة عن المرض قبل ما نبلش نحكي فيه. الحقيقة الاسم مبين كأنه شوي اسم غريب، بس هي الحالة المرضية حالة شائعة جدا، هي الشعور بتنميل وبرودة بأصابع اليدين والقدمين. بتصير عند كثير من العالم، بتكون استجابة عادة لدرجات الحرارة الباردة أو للتعب والإجهاد. إلى اسم طبي هو رينو فينومينا أو رينو ديزيز، أو تشنج بأصابع اليدين والقدمين. مرض كوني أنا مختص كمان بأمراض الأوعية الدموية بالإضافة لأمراض القلب، وبشوفها من الأعراض أو من الشكايات الشائعة التي تأتي يعني دائما من قبل المرضى. حسيت أنه شوي منيح أنه ضوي على الموضوع شوي وأشير إليه شوي، لأنه يعني مزعج جدا هذا الموضوع، بنفس الوقت ما بيحمل خطورة طبية كتير ويمكن علاجه. اوكي، هلا بدنا نفصل يمكن ما بينه وما بين انه شخص بيسقع عادي، انه الواحد يسقع مش هيك دكتور؟ ايه طبعا احلى ما يتسرسبه. هلا المره الاخيره حكينا عن التعرق باليدين. عشان هيك عم تضحك، انا لانه ايدي معرقين. الله وكيلك انا ما بيعرقوا ايدي الا ما تطلع معي انت. بدي اعكس لك الموضوع شوي مشان نظبط الامور. الحقيقة هذا المرض، الشرايين اللي بتغذي الجلد بالدم بتضيق، مما بشكل بيحدد من وصول الدورة الدموية للمناطق المصابة، اللي هي بالعادة الأطراف اللي هن أصابع اليدين والقدمين، نتيجة لتشنج الأوعية الدموية.
ونتيجه لهالموضوع بصير عنده الواحد الشعور بالتنميل والبروده باصابع اليدين والقدمين. بشكل عام هو هذا المرض شائع اكثر بالنساء اكثر من الرجال كاحصائيات يعني. هو بشكل عام هو اكثر شيوعا عند الاشخاص اللي بيعيشوا باجواء فيها برد كتير. طبعا ممكن يتواجد المرض هذا بحد ذاته كمرض منفصل، وممكن يكون المريض عنده حالات صحية أخرى تترافق مع هذا المرض. بمعظم الأشخاص هذا المرض ما بيسبب أي إصابة صحية شديدة، ولكن بيأثر على مثل ما بنسميها جودة الحياة أو اللايف ستايل. أوكي. حلو الواحد يعرف هودي المعلومات. مثل العادة النظرة العامة للمرض يعني بتعطينا مثل صورة يمكن مختصرة عن هذا المرض. أكيد مستمعينا اللي عم يستمعوا لنا على 102.3 FM، الحلقة تعرض بشكل مباشر، فأكيد بنتمنى منكم التفاعل في هذه الحلقة من خلال الاتصال مثل ما معودين على طول. رقم التليفون هو 313-769-6666 313-769-6666. أكيد حيلا سؤال عنكم يا دكتور تمام، فيكم تتصلوا على هذا الرقم حاليا ونحن على الهواء، وبتقدروا تستفيدوا من وجوده معنا كونه هو اسم الله عليه بضليه بزي، فبتستفيدوا من وجوده معنا بهيدي الساعة لحتى تسألوا سؤالاتكم. كمان اللي بحب يعني ياخذ معلومات أكثر ويتواصل مع الدكتور بالعيادات تبعه، هارت اند فاسكولار انستيتيوت موجودين بمدينة ديربون، بمدينة ديترويت، وبمدينة ساوثفيلد، ورقم التليفون موحد، نفس رقم التليفون هو 313-791-3000 313-791-3000، وأكيد يقبلون جميع أنواع التأمين. تفضل دكتور، خلينا نكمل الحديث عن هذا المرض اللي عم نحكي عنه. أيوة. مرض راينود. يمكن لما بتقول مرض راينود ما حدا بيعرف شو هو، بس لما قلت أنت تشنج وبرودة بالأطراف كأصابع القدمين واليدين بعتقد أغلب العالم عنده إياه هيدا الموضوع. تفضل دكتور. أول شيء بحب أحكي عن أعراض المرض. نعم. علامات وأعراض المرض بشكل عام. أول شيء مثل ما حكينا هي برودة بأصابع اليدين والقدمين. كتير أحيان بيصير تغير بلون الجلد، بيقول لك إنه جلدي عم يزرق بالأصابع اليدين والرجلين كرد فعل للبرد أو للجهد أو للضغط النفسي. الضغط النفسي بحد ذاته ممكن يصير هذا المرض ويعمل نفس الأعراض. العرض الثالث الشائع غالبا بيصير عند الواحد نوع من التنميل أو النمنس، أو أحيانا بيصير عنده مثل هيك بيحس مثل ألم لاسع، يعني الدفع بيعمل له هيك مثل لسعات على أصابع اليدين والقدمين. وخلال نوبة المرض لما هو بيجي على شكل نوبات، عادة الأجزاء المصابة من الجلد واللي هي مثل ما حكينا غالبا الأطراف بيتغير لون الجلد بالأول للون الأبيض، بعدين بيتحول للون الأزرق، وبعدين بيتبع شعور بالبرودة والخدر. وبمعظم الأحيان لما الواحد بيدفي حاله بتتحسن الدورة الدموية، بينقص التشنج، بتتحول الأجزاء اللي كان لونها أزرق للون أحمر مع إحساس بوخز خفيف أو تورم. دكتور أنا بدي إذا بتسمح لي، لأنه أنا هذا أكيد موضوع مهم، اللي عم بيسمعنا هلأ حالياً أوقات بيقولوا لما الواحد بيكون مسقع وخصوصا على الأطراف بيكون عنده لو أيرون، هذا أول سبب بيقولوا له. وتاني شيء بيقولوا له لما بيكون في تنميل خصوصا أنه لا سمح الله يمكن هيدي مشكلة بالقلب أو سكتة قلبية أو شيء لا سمح الله. كيف بالإمكان التمييز ما بين الراينود ديزيز اللي عم تحكي عنه حضرتك، ما بين اللو أيرون، ما بين الهارت لا سمح الله أنه سكتة قلبية أو شيء؟ طبعا هلأ التنميل أو الخدر بالأصابع بينتج عن أسباب عديدة، مو بس ناتج عن راينود فينومينا أو عن تشنج. الأسباب العديدة، إذا الواحد مثلا عنده نقص بالتروية لأصابع اليدين والرجلين بنسميها أمراض الأوعية المحيطية أو بنسميها البريفرال أرتري ديزيز، يعني يكون الشرايين تبع الرجلين وتبع الإيدين فيهم انسداد بيخلي الدم ما يوصل بشكل كافي للأصابع، فبيصير فيهم خدر وتنميل. طبعا بهالحالة طريقة وصف الأعراض، مثلا الأعراض ما لها علاقة بتغير حرارة الجو، ما لها علاقة بالضغط النفسي، بتكون ناتجة غالبا عن الجهد، يعني الواحد بس يمشي بيحس بالتنميل. بنعمل له ألترا ساوند أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية للشخص بيبين معنا إذا معه هالمشكلة.
من الأسباب الثانية طبعاً خصوصاً عن مرضى السكري اللي بصير عندهم اعتلال بالأعصاب المحيطية بنسميها peripheral neuropathy، كمان بتعمل خدر وتنميل بالأصابع، بس كمان هي بهالحالة بيكون مريض عنده سكري وغير مسيطر عليه، وفي في يعني في فحوص تشخيصية لإصابات الأعصاب المحيطية. طبعاً اضطراب شوارد الجسم ممكن يعمل خدر وتنميل بالأصابع، منها اضطراب بالبوتاسيوم، اضطراب بالمغنيسيوم، اضطراب بالحديد. فهي بهالحالات هي دائما نحن بنعمل فحوصات دم وفينا بسهولة نشوف انه في اضطراب بالشوارد. هلأ مرض رينود او التشنج بالأصابع الناتج عن تشنج الأوعية الدموية غالبا بيكون لما المريض ما بيكون عنده أي من التشخيص الأخرى، يعني كل الأسباب الأخرى تم نفيها، فبيكون التركيز على أنه السبب تشنج بالأوعية الدموية. تمام. ووقتها بهالحالة بيصير العلاج بيعتمد على اللي بدنا نحكي عليه لاحقاً من ناحية علاج مرض رينود. بس مثل ما قلت لك، مثل ما تقريباً هو تشخيص يعتمد على نفي الأسباب الأخرى. اوكي. فلما بننفي الأسباب الأخرى اللي بتعمل خدر وتنميل بالأصابع فينا منشخص مرض رينود. ودائما طبعا لما بتكون عندك القصة تبع مثل ما حكيت هلا تغير لون الجلد من الأبيض للأزرق، ولما بيتفل واحد بيرجع لون أحمر وبيحس بوخزات بأصابع رجليه وإيديه، هاي بتكون غالبا بتميل لتشخيص مرض رينود أو تشنج الأوعية الدموية بالأطراف. كتير منيح. هلا كونك تحدثت عن الاعراض دكتور، وكوننا عم نحكي عن التمييز ما بين الوحدات، يعني كيف انتم بتعملوا التشخيص لهذا المرض بالتحديد؟ طبعا هلا هو رينو فينا ظاهره رينو الى نوعين، الى نوع بسموه ظاهره رينو الاولي او البرايمري، وفي نوع ثاني اسمه ظاهره رينو الثانوي او السكندري. وليش ضروري نعرف هالموضوع؟ لانه حسب شو نوع، حسب اذا المرض اولي او ثانوي بيتم التشخيص. ظاهره رينو الاولي او البرايمري هو عاده بيسموه حتى داء or رينو or رينو ديز. هذا هو هذا الشكل الشائع بشكل عام من المرض، وبيكون ما له علاقة بأي حالة مرضية أخرى، بيكون هو بحد ذاته مرض قائم بذاته، وأحيانا بيكون خفيف جدا، حتى لدرجة أنه الأشخاص المصابين فيه ما بيطلبوا علاج أو ما بيطلبوا رأي طبي بالموضوع. أوكي. وفي عندك ظاهرة رينو الثانوي أو السكندري، هو لما بيكون هالأعراض أو هالمرض مترافق مع حالة مرضية تانية. الحالات المرضية التانية بتترافق بنسميها ظاهرة رينو الثانوي، وغالبا ظاهرة رينو الثانوي تظهر بعد 40 سنة، بينما ظاهرة رينو الأولية تظهر بأعمار مبكرة أو بأعمار الشباب. في ظاهرة رينو الثانوي بتكون ناتج أول شغلة، في عنا شغلة بالعربي بيسموها أمراض النسيج الضام، بالإنجليزي بيسموها الكونكتيف تيشو ديس أوردر. هدول مثل هدول المرض، مثلا مثل المرض اللي عندهم مرض بيسموه تصلب الجلد أو سكليروديرما، هدول بيكون أحد معايير التشخيص بالتصلب الجلد أو سكليروديرما هو ظاهرة رينو، فبتكون جزء من مرض جهازي تاني. في متلازمة تانية بالطب بيسموها جوغرين سيندروم، كمان هي بيكون فيها ظاهرة رينو. طبعا في حالات تانية مثلا بتأدي لظاهرة رينو الثانوية، مثلا اللي عندهم بيسموها متلازمة نفق الرسغ أو الكاربال تينل سيندروم، هدول هالحالة المرضية بيصير فيها ضغط على عصب رئيسي بالإيد، بينتج عنه شعور بالتنميل والألم باليد المصابة، مما يجعل اليد أكثر تأثرا بدرجات الحرارة المنخفضة، بيسموه كاربال تينل سيندروم، تترافق مع رينو ديزيز. التدخين كمان بيسبب التدخين ضرر بالأوعية المحيطية، وأحيانا بيكون الضرر شديد جدا وبيؤدي إلى ألم شديد جدا، وإله حتى تسمية طبية بيسموه برجر ديزيز، ناتج كمان عن بيكون عند المدخنين بشكل كبير. ومثل ما حكينا بأمراض الشرايين المحيطية التي ينتج عنها تصلب بالشرايين أو أثيروسكلوروزز، هدون لما بيصير فيها الاضطراب بتلتهب في الأوعية الدموية لليدين والقدمين، وأحيانا بيكون هو شكل من أشكال ارتفاع ضغط الدم
الذي يؤثر على شرايين الرئة بيسموه primary pulmonary hypertension أو ارتفاع ضغط الدم الرئوي الأولي. بكل هالحالات المرضية قد تتظاهر هاي الظاهرة اللي هي ناتجة عن تشنج بأوعية اليدين والقدمين. فبالتالي في عنا شكل أولي وشكل ثانوي. أولي هو مرض بحد ذاته مو مترافق مع أي حالة مرضية تانية، وشكل ثانوي هو الناتج عن وجود حالة مرضية ثانوية أو مرض جهازي أو متلازمة تتضمن ظاهرة رينو. ودرجات الحرارة الباردة في هذا المرض تحدث النوبة، والتعرض للبرودة مثلا وضع اليدين في ماء بارد أو تناول شيء من الفريزر أو التعرض للهواء البارد هو بيؤدي إلى تحريض النوبة، لأنه بيحرض على تشنج الأوعية الدموية بالأطراف وبيضيق الأوعية الدموية ويحد مؤقتا من وصول الدم للشرايين المحيطية في اليدين والقدمين، وينتج عنه الإحساس بالخدر والتنميل والألم بأصابع اليدين والقدمين. دخلك دكتور، هذا بيضليه مسقع بيقولوا له عنا بتضيع تجدد النوق، شو بيكون به؟ غالبا لا الصراحة غالبا بيكون هذا مرض رينو. والله بس طبعا مو مشخص يعني، بس يعني انه طبعا مثل ما قلت لك في درجات مختلفة للشعور بتشنج الأوعية اليدين والقدمين، من درجات خفيفة جدا حتى المريض ممكن مثل ما قلت بياخدها بصيغة المزح او ما بيعطيها اي، واحيانا بتكون شديدة بتأثر على بالفعل على الحياة، يعني بيصير يعني على اللايف ستايل على جودة الحياة، ووقتها بيصير المريض بيطلب استشارة طبية انه شو ممكن يساوي بهالموضوع لحتى يتخلص الموضوع. طبعا في بس بحب اشير لشغله اضافيه كمان. نعم. في ادويه معينه قد تحرض او قد تسبب تضيق بالاوعيه الدمويه وتظهر اعراض مثل ظاهره رينو. في ادويه مستخدمه كثير لعلاج ارتفاع ضغط الدم بيسموها حاصرات بيتا او بيتا بلاكر، بتعطي هالشي. في أدوية تستخدم للمايغرين هيديك، الإرجوماتين أند السوماتريبتان، هدول كمان بيأدوا كمان إلى 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 رينويد فينامينا أو رينويد سيمتومز. طبعا في أدوية كمان تستخدم لعندهم ADHD ويعني عندهم ضعف أو تشتت بالانتباه، كمان بتأدي إلى تضيق بالأوعية الدموية. أوكي دكتور، يعني قبل ما أروح على البريك الأول بالحلقة، في كتير أشخاص بتحسهم لما بيكون في عندهم يعيشون حالة قلق أو حالة خوف أو شيء، كمان بيلاقوا مثل عندهم تنمل ويعني برد بالأطراف تبعهم، هل هذا يعني خصوا بشيء ولا أنه هيدي حالة مؤقتة؟ مثل ما حكيت انه القلق النفسي والاضطراب النفسي هو من محرض نوبات تشنج اوعية اليدين والقدمين. نعم. مثل الاجهاد مثل البرودة، هالثلاث عوامل قد تحرض نفس النوبة. تمام اكيد احنا وياك دكتور رح نكمل هذا الموضوع مع مستمعينا على 102.3 FM، اكيد حيلا واحد عنده سؤال يتعلق بهذا الموضوع او بمواضيع اخرى في يعني يتصل على رقم التليفون للراديو هو 313-769-6666 313-769-6666، وأكيد بحب يتواصل مع عيادات الدكتور تمام محمد موجودين في ديربون ديترويت وساوثفيلد، رقم التليفون هو 313-791-3000 313-791-3000. دكتور في إجا سؤال تحت الهواء خلينا ناخده قبل ما نروح على البريك تبعنا، حدا عم بيقول إنه عمل له فحص الجهد، امرأة بعمر الستينات نعمل لها فحص الجهد، ولما نعمل فحص الجهد بعتقد بيعطوهن هودي الأبر لحتى يوسعوا الشرايين على ما أعتقد. أيوة. فلما نعمل طلع بعتقد ضغطها كتير عالي، من ما اضطر انه يوقفوا فحص الجهد ويعطوها أبر تانية ما بعرف شو هي، من بعد ما عملته لهيدا الفحص الى حد الان مثل بتحس انه الضغط تبعها بيلعب وعندها مثل تعب شديد ومثل دوخة او شيء، مع انه صار له اسبوع او اسبوع ونص عملته لهيدا الفحص، شو بيكون صاير معه؟ طبعا يعني اذا فحص الجهد له عده انواع، اذا عامل اختبار الجهد اللي فيه ركض على التريدميل نعم هيدا اللي عملته، في احيان كتير الناس بيستجيبوا بيرتفع الضغط الشرياني بشكل كبير وبنضطر نعطي ادويه ل يعني ل
يعني للسيطرة على الضغط الشرياني. في كتير ناس بسبب الارتفاع الشديد المفاجئ والهبوط بيصير عندهم حالة من التعب لعدة أيام. أحيانا الدواء اللي بيستخدم بالسترسس نفسه ممكن بعض الناس في عندهم نوع من الحساسية على الدواء وبيصير عندهم نوع من التعب والإرهاق، وأحيانا في منهم بيصير عندهم صداع بيستمر لعدة أيام. يعني غالبا هي أعراض مؤقتة بتزول، ما إلى يعني ما بتحمل أي خطورة مرضية أو أي خطورة على الصحة. قديش لازم يعني تزول بعد قديش؟ ما في شيء معين، في ناس خلال 24 ساعة، في ناس خلال أحيانا في ناس بتستمر معهم أعراض خفيفة لمدة أسبوع. اوكي كثير منيح. امتى لازم يرجعوا لعند الدكتور؟ يعني اذا يعني استمرت إذا استمرت أكثر من 10 أيام لازم يراجعوا الدكتور. كثير منيح. طيب اكيد بنتمنى ان نكون جاوبنا على سؤالكم اللي بعت سؤاله تحت الهواء. اكيد حلو واحد عنده سؤال في بعت سؤاله تحت الهواء مثل ما عملت المدام، او فيكم دقوا على التليفون ومنجاوب على سؤالكم. خلينا ناخذ نحن بريك كثير قصير، وبعد البريك بنكمل برنامجنا، برنامج شو الاخبار، معي انا حسين هشام وضيف اليوم الدكتور تمام محمد من هارت انفاسكولار انستيتيوت. بريك وبنرجع. مزاد الولايات المتحده للفضه والصباح، جميع منتجاتنا مصنوعة يدويا من الألف إلى الياء أو من طاقات بالياد أو من التحف والأنتيكة النادرة. مصادرنا متنوعة من البحرين حتى مصر والعراق وصولا إلى إيران وتركيا. نحن نضع في خدمتكم فقط الأحجار الكريمة الطبيعية ولا مكان للغش عندنا. للاتصال 208-856-8658 أو تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك آت US مزاد. حابب تشتري بيت وعم بتدور عمين يساعدك؟ كنت عامل بانكربسي أو عندك لو كريدت سكور؟ جاي على البلد جديد أو دخلك محدود؟ لا تفكر ولا تحتار، لك المشكلة وإلها حل، خصوصا مع خبير القروض العقارية علي دهيني، خبرة ودقة ومصداقية، وبالنهاية ما بتلاقي إلا قرضك معك ومفتاح بيتك بجيبتك. Top Mortgage Company, you dream it, we achieve it. 313-247-4844 or 248-841-4000. بدك تقدم على الجنسية ولغتك ضعيفة؟ بدك تنخرط بمجتمعك وتقوي لغتك الإنجليزية؟ مدارس ديربون العامة بتقدم لكم دورات تعليمية للغة الإنجليزية، فيكن تحصلوا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أو الحصول على شهادة GED. الدورات بتتضمن صفوف صباحية، صفوف مسائية، وبأكثر من موقع بديربون، وحتى الصفوف متاحة للمدن القريبة كمان. للتسجيل الاتصال بديربون Adult and Community Education 313-827-1900. للأناقة ورقي عنوان، نزين بيتكم بالتميز والفخامة. مفروشات الملك فرنيتشر كينج، جودة عالية بأسعار مخفضة ومدروسة، تنزيلات 30% على كافة المفروشات، دفع بالتقسيط من دون فوائد، No credit check، بالإضافة إلى تخفيضات 40% على السجاد. زورونا الآن 15510 Joy Road Detroit، هاتف 313-397-2003. أكيد بنرجع لكم ببرنامج شو الأخبار، معي أنا حسين هشام وضيف الحلقة لليوم الدكتور تمام محمد، والحلقة تعرض بشكل مباشر على 102.3 FM، رقم التليفون للتواصل على الراديو ولأي سؤال عندكم إياه، ويعني سؤال بتوجهه للدكتور تمام، رقم التليفون هو 313-769-6666 313-769-6666. معنا اتصال، خلينا ناخده. ألو، السلام عليكم. يا أهلا وسهلا، تفضل. كنت أحب أتكلم مع دكتور محمد. تمام تفضل محمد. يا دكتور تمام دفع بيسمعك الدكتور، تفضل. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فيك، أهلين. السلام عليكم ورحمة الله دكتور تمام. كان في كلام عن استخدام دواء الكولشيسين للكورونا، إيه المعلومات في الموضوع ده فندم؟ طيب أوكي، هذا سؤالك عبد الرحمن. أيوة فندم، شكرا. أوكي شكرا عبد الرحمن، يا اهلا وسهلا فيك. اكيد حلو واحد بحب يسال سؤال، رقم التليفون هو 313-769-6666 او التواصل مباشره بعياده الدكتور تمام محمد بديربون ديترويت وساوثفيلد على 313-791-3000. بتحب تجاوب عن هذا الدكتور يعني سؤال ولا يعني فهم؟ بحب اشير له، لانه طبعا موضوع الكورونا والكوفيد 19 يعني
شاغل الدنيا ومالي الناس حاليا. مزبوط مزبوط. طبعا يعني بعتقد الأطباء بمعظم الاختصاصات الطبية إذا مو بكل الاختصاصات الطبية صار عندهم إلمام واضح ومتابعة حسيسة دائما لكل أخبار العلاجات بالكوفيد 19 والكورونا. أكيد كان بالفترة الأخيرة يعني خلال الأسبوع الماضي ظهرت دراسة من جامعة مونتريال، معهد بالضبط اسمه معهد مونتريال للقلب MHI، دراسة اسمها كول كورونا COL CORONA، تجربة سريرية قدمت نتائج مقنعة سريريا لفعالية الكولشيسين. كولشيسين هو دواء مشهور جدا لعلاج النقرس أو الجاوت، ويستخدم احيانا لعلاج التهاب شغاف القلب، التهاب تامور القلب او يسموه البريكاردايتس. بس هذا دواء شائع جدا، مستعمل جدا، معظم اذا لم يكن كل الاطباء بيعرفوا له الدواء. فهي الدراسه استخدمت الكولشيسين لعلاج الكورونا او الكوفيد 19. والحقيقه الدراسه اظهرت، تمت الدراسه على حوالي 4500 مريض، أظهرت بهدول المرضى حوالي 4150 تم تشخيصهم بالكوفيد 19 عن طريق اختبار البي سي آر. ولما استخدموا الكولشيسين فيهم، الدراسة أظهرت بهدول المرضى أنه الكولشيسين قلل الحاجة للدخول على المشفى بحوالي 25%، والحاجة للإنتيوبيشن أو التهوية الميكانيكية بحوالي 50%، ونقص الوفيات بنسبة 44%. الحقيقة الدراسة كانت كتير قوية ونتائجها كتير يعني مذهلة، وإذا صحت النتائج بعد نشرها ومراجعتها ممكن يصير الكولشيسين هو أول دواء يؤخذ عن طريق الفم في العالم يمكن استخدامه لعلاج المرضى الغير موجودين بالمستشفى يعني بالبيوت والمصابين بفيروس الكوفيد 19. منيح منيح، خبرية منيحة، هذه خبرية ممتازة كتير. طبعا تمام دكتور، كمان يمكن العالم ترتاح أكتر تسأل سؤالاتها تحت الهواء، خصوصا لما بيجي الموضوع طبي. في سؤال تحت الهواء أجا عم بتقول her father، الوالد عمره 74 عام، أنا بدي ترجمه بالعربي دغري لأنه السؤال إجا بالإنجليزي، ما عنده ما عنده blood pressure، كوليسترول شوي عالي، إيدي عطول cold ونام يعني مناملين ومسقعين، بيلبس gloves بس that does not help، يعني ما بيساعد. عم تسأل شو might be the case should he be consulting with a specialist. تقريبا يعني شكرا على السؤال، تقريبا السؤال بصلب الموضوع نفس الكلام. إذا هل الوالد عنده سكري، هذا سؤال مهم كثير بالموضوع. إذا عنده سكري طبعا بده الواحد يشوف إذا في إصابة بالأعصاب المحيطية مسبب البرودة باليدين والقدمين، وأكيد مما لا شك فيه بده يسأل الواحد إذا 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 الوالد مدخن ولا لا. فإذا في قصة تدخين، التدخين طبعا مثل ما حكينا بيسبب إصابة بالشرايين المحيطية، وبيعمل نقص بتروية أصابع اليدين والقدمين، وطبعا تشخيصها سهل كتير. إذا البرودة عم بتكون دائمة وفي ألم بالقدمين أثناء المشي، بنصح باستشارة طبية بأسرع ما يمكن. السبب لأنه علاج الموضوع ممكن يكون بسيط جدا إذا تم التشخيص بشكل مبكر. تمام، أكيد للتواصل مع عيادة الدكتور تمام رقم التليفون هو 313-791-3000 313-791-3000، ويقبلون جميع أنواع التأمين. يلا سؤال تاني تحت الهواء كمان يا دكتور. me and my brother are in our 40s، يعني هي وخيه أو هو وخيه بالفوريز، بينسوا كتير، we forget a lot، بينسوا names, words، should we take it seriously and see a specialist, what kind of yes and is it normal thing and we should not worry about it and take it seriously. It's not a normal thing especially if it's him and his brother. ما أنا شغلة طبيعية بعمر الأربعين الواحد يبلش ينسى.
يعني طبعا اذا عم ينسى كثير اكيد يعني بده يراجع، خصوصا انه هو واخوه، بده يراجع دكتور عصبيه باسرع ما يمكن، في دكتور عصبيه الاختصاص عم يسال عنه نيورولوجيست، نيورولوجيست دكتور عصبيه، وبحاجه يعمل فحوصات للدماغ بشكل سريع، لانه قد تكون جزء من اصابه جهازيه بمرض عصبي يؤدي الى فقدان الذاكره، فيفضل مراجعه بشكل سريع. النيورولوجست لازم تشوف دكتور عصبيه بشكل سريع. طب هو امتى هيدا بيكون جدي يعني دكتور، يعني انه بينسى شو، يعني بينسى انه قديش الريت؟ يعني طبعا يعني من الطبيعي الواحد ينسى امور صارت من زمان كتير وبشكل يعني خصوصا تفاصيل المواضيع، بس اذا عم ينسى شغلات صايره من كذا يوم ومواضيع كبيره وعم يتكرر الموضوع بشكل دوري وهو واخوه بنفس المستوى، اكيد شغله طبيه، ما انا شغلي يعني عرضيه. طيب عندنا اتصال خلينا ناخده كمان، تفضلوا. الو، يا اهلا وسهلا، تفضلي. ممكن اسال الدكتور؟ اتفضلي. عندي بنتي يدها بتنمل بطوقه كده بتخشب شويه. أيوة. اليسار، فوديتها عند دكتور العائله، عمل لها فحوصات، ما يعني اعطاها ادويه بس ما استفادت شيء. مش دكتور قلب، انا شاكه ان عندها القلب لانه انا عندي القلب، العائله اغلبهم عندهم القلب. طيب قديش عمرها بنتك؟ بنتي عمرها 50. اوكي. طيب بتنمل ايدها الشمال ولا اليمين؟ الشمال بتنمل وبتوقف كمان بتخشب. والتنميل بيصير يعني بعد ما تستخدم ايدها يعني، ولا ممكن تكون ما عم تشتغل شيء وتنمل ايدها بشكل مفاجئ؟ الا احيانا احيانا لما بس حتى بتمسك التليفون بتتكلم فيه بتنمل يدها. بيصير في شيء عندها وجع بالصدر مع التنميل بايدها الشمال؟ مره واحده اللي صار عندها الم في الصدر. يعني احد احتمالين، قد تكون جزء من تظاهره مثل ما حكيتي لاصابه قلبيه، وممكن تكون ناتجه عن تضيق بأحد الشرايين اللي بتروي الإيدين، في حتى متلازمة بنسميها متلازمة مخرج الصدر أو ثوراسيك أوت سيندروم، أحيانا بيكون في أحد الأضلاع بيضغط على الشريان اللي بيروي اليد وبيعمل هالتنميل والتخييب. إذا بتحبي فيها تراجعني بالعيادة بنعمل لها الفحوصات المطلوبة ومنشوف. أنت في ديربون؟ في ديربون. إيه. أوكي إن شاء الله بإذن الله. شكرا دكتور. يا اهلا وسهلا فيكي مدام. اكيد رقم التليفون للتواصل مع العياده، عندهم عياده بديربون، عندهم عياده بديترويت، وعندهم عياده في ساوثفيلد. نفس الرقم بتدقوا عليه لتاخذوا موعد. رقم التليفون هو 313-791-3000، 313-791-3000، واكيد بيقبلوا كل انواع التامين. خلينا ناخذ اتصال كمان، معنا اتصال على الهولد، تفضلوا. الو، ايه تفضلي، اهلا وسهلا مدام، تفضلي. هاي كيفكم؟ عندي سؤال. اذا عندي حدا بالعائلة عنده ستا بس اوصو عنده سكرة، صار في دواء جديد للسكرة، شو بيفكر فيها؟ طيب بتحب نجاوب على السؤال فورا حسين ولا؟ ايه تفضل دكتور بليز. ايه اذا بد او اذا بدك في حدا تاني على الهولد كمان خليني اخده، اذا بدك خليني اخد تاني على الهولد السؤالين وبتجاوب عليهم مع بعض. فاطمي شكرا على سؤالك، رح اخد ابو محمد وانا موجود على الهولد وبنجاوب على السؤالين دغري بس ناخد الاتصال التاني. تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا من دخل الدكتور، عندي من 4 سنين انا عملت ركبت رسور بالشريان واحد كان مسكر 70% ومش الحال، وكنت عم باخذ اسبرين وعم باخذ ليبتول وعم باخذ متممات يعني هذا. هلا الحمد لله مرتاح يعني، بس هلا بالنسبه للاسبرين هلا بس عم باخذه عم بتضايق، بس عم وقفه عم برتاح بقى هيك. عملي شو بعمل؟ سالت يعني بحس حالي اني هيك انه نفسي شوي بدي شوي بدي. طيب نفسك بضيء لما بتكون قاعد ولا لما بتكون عم تمشي؟ الأكثر الأحيان واقف. وانت واقف.
طيب بيصير معك بضل نفسك ضايق كل النهار ولا لا ولا لا كيف لا, ولا؟ لا لا طيب من اربع سنين بتاخذ الاسبرين ما كان في اي مشكله مو هيك؟ من بعد ما عملت العمليه اخذت فتره معينه ما كان ياثر علي بس من حوالي بس يعني بدك تقول من حوالي شهرين او ثلاثه هيك بس عم باخذ اسبرين عم بتضايق منه بس عم بوقف وعم برتاح. سالت حني حكيم العائله قال لي اذا هيك فيك توقفه بقى انا قلت كمان بسال حكيم اختصاص لحتى اتاكد. طيب هلا لأقول لك شغله، هلا بالنسبه للي بيركبوا راسور او ستنت بالقلب المفروض ياخذوا الاسبرين طول العمر ما لازم يوقفوا ابدا، يعني مو انه مثلا شغله سنه او تنتين او ثلاثه، المفروض طول العمر. اذا الواحد عم يتحسس على الاسبرين في احد احتمالين، الاحتمال الصعب نعمل له بيسموه شغله اسمها اختبار نزع تحسس وهذا بنعمل بالمشفى، او الاحتمال الثاني انه بنوقف الاسبرين وبنحطه على دواء ثاني مميع للدم او بلد ثينر غير الاسبرين. هلا الاسبرين ما نو من الشائع انه يعمل ضيق نفس، من معروف الاسبرين ممكن يعمل وجع بالمعده او زياده باحتمال النزف عند الواحد اذا انجرح، بس انه يعمل ضيق نفس بحد ذاته ما انا من الاعراض الشائعه الجانبيه. لهيك كنت عم بسالك ايمت عم بيصير معك ضيق نفس. هلا انا برايي تفضل. هي من ضيق النفس من قويه بس انا بحس فيه هيك انه عم بتغير فيه شيء، يعني منه بحسه هالشيء خطر يعني. هلا بدي اقول لك شغله، هلا من الضروري كمان هون انه تعمل لحالك فحوصات دوريه عن طبيب قلبيه، عن طبيب قلبي، لأنه ممكن تكون الأعراض مو ناتجة عن الأسبرين نفسه، ممكن يكون أنت بحاجة لإعادة يعني فحص للقلب. بس خلي هالموضوع ببالك لأنه صار لأربع سنين الستنت وممكن يكون أحيانا ضيق النفس أو التعب العام أو حاسس حالك منك طبيعي ناتجة عن أنه الواحد لازم يفحص قلبه ويفحص شرايين القلب. عفوا يعني من حوالي شهرين عملت اني فحص للقلب، رحت عند دكتور القلب والحمد لله كل الفحوصات طلع القلب كثير منيح وفحوصاتي منيح، وعملت الكوليسترول كثير طلع منيح الكوليسترول يمكن 120 طلع او شيء هيك شيء، وما معي ضغط وما معي سكري. ممتاز، معناها الحل الوحيد اذا حاسس انه الاسبرين عم بيضايقك كثير بشكل عام، طبعا انا بتركها لدكتورك القلب، بس انا بشكل عام بوقف الاسبرين وبحطك على دواء ثاني من المميعات تبع الدم اللي بتحافظ لك على انه الرصور ما يسكر بالقلب. طيب هذا مين بده يعطيني هذا الدواء المرادف للاسبرين؟ دكتور القلب، دكتورك تبع القلب. دكتور القلب. ايوه. اوكي طيب انا بشكركم يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك دكتور. تمام، خلينا نجاوب عن سؤال فاطمه اللي سالته ونروح بريك ونرجع بنكمل موضوعنا بس نجاوب على سؤالها. طيب الحقيقه بالاخر 3 4 سنين صار في عنا، وبجزء حابب يمكن نعمل لها شي حلقه تانية لحالها هي حسين، هو على التطورات بعلاج امراض السكري عند مرضى القلب. مرضى القلب اللي عندهم سكري هن أكثر ناس عندهم خطورة للمضاعفات وللموت، وآخر أربع سنين صار في تطورات مذهلة بعلاج الأدوية التي تستخدم للسكري، أظهرت فعالية كتير قوية لعلاج مرضى القلب. حتى نفسها الأدوية اللي عم تستخدم للسكري حاليا في منها أدوية عم تفيد للقلب حتى لو المريض ما عنده سكري، يعني بلشت كدواء سكري وعم تفيد المرضى اللي ما عندهم سكري. أوكي. في عنا مجموعتين كبار من الأدوية، مجموعة بتنطوي تحت بيسموها SGL2 inhibitor، هني أدوية مستخدمة هلا بيعرفوها أطباء الصحة العامة وبيعرفوها أطباء الغدد وبيعرفوها أطباء القلبية. في عندك دواء اسمه الجارديانس، في عندك دواء اسمه الإنفوكانا، في عندك دواء اسمه الفورسيجا، في أدوية جديد كمان، وفي أدوية تحت زمرة تانية بيسموه GLP-1 كمان منها بدواء اسمه الفيكتوزا. في أدوية كتير يعني صارت موجودة هلا، مو بس بتفيد على السيطرة على السكري
وإنما كمان بتساعد على تقليل خطورة الوفية بأمراض القلب، احتشاء عضلة القلب، يعني إلى فوائد قلبية بشكل كبير كتير. فالمريض اللي عنده سكري واللي حاطت رسور بالقلب أو شبكة أو ستنت، إيه لازم يراجع دكتوره الانترنال ميديسن، دكتور الصحة العامة أو دكتور الغدد أو دكتور القلبية، ويسأل عن هالأدوية لأنه إلى فعالية مزدوجة. وأنا برأيي الشخصي حرام مريض يكون عنده هالحالتين ما يكون على واحد من هالأدوية، لأنه الحقيقة بشكل كتير كبير هلأ عم تاخد اهتمام واسع حتى بالجمعيات الطبية لأمراض الغدد الصم أو الإندوكرين ولأمراض القلب، صار عم تاخد اهتمام كخط أول بالعلاج عند المرضى اللي عندهم أمراض قلب أمراض سكري. كتير منيح، أكيد يعني نحن رح نكمل معك دكتور تمام، وأكيد مكملين بهذه الحلقة الجديدة من برنامج شو الأخبار، معي أنا حسين هشام من قناة شو الأخبار. رح نروح بريك كتير قصير، وبعد البريك نكمل حديثنا مع الدكتور تمام محمد من هارت اند فاسكولار انستيتيوت، موجودين بديربون ديترويت وساوسفيلد. رقم التليفون هو 313-791-3000. بريك. مزاد الولايات المتحدة للفضة والصباح، جميع منتجاتنا مصنوعة يدويا من الألف إلى الياء أو منطقات باليد أو من التحف والأنتيكة النادرة. مصادرنا متنوعة من البحرين حتى مصر والعراق وصولا إلى إيران وتركيا. نحن نضع في خدمتكم فقط الأحجار الكريمة الطبيعية ولا مكان للغش عندنا. للاتصال 208-856-8658 أو تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك آب US مزار. حابب تشتري بيت وعم بتدور عمين يساعدك؟ كنت عامل بانكربسي أو عندك لو كريدت سكور؟ جاي على البلد جديد أو دخلك محدود؟ لا تفكر ولا تحتار، لك المشكلة وإلها حل، خصوصا مع خبير القروض العقارية علي دهيني، خبرة ودقة ومصداقية، وبالنهاية ما بتلاقي إلا قرضك معك ومفتاح بيتك بجيبتك. Top Mortgage Company, you dream it, we achieve it. 313-247-4844 or 248-841-4000. بدك تقدم على الجنسية ولغتك ضعيفة؟ بدك تنخرط بمجتمعك وتقوي لغتك الإنجليزية؟ مدارس ديربون العامة بتقدم لكم دورات تعليمية للغة الإنجليزية، فيكن تحصلوا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أو الحصول على شهادة GED. الدورات بتتضمن صفوف صباحية، صفوف مسائية وبأكثر من موقع بديربون، وحتى الصفوف متاحة للمدن القريبة كمان. للتسجيل الاتصال بديربون Adult and Community Education 313-827-1900. للأناقة ورقي عنوان، زين بيتكم بالتميز والفخامة. مفروشات الملك فرنيتشر كينج، جودة عالية بأسعار مخفضة ومدروسة، تنزيلات 30% على كافة المفروشات، دفع بالتقسيط من دون فوائد، نو كريديت تشيك، بالإضافة إلى تخفيضات 40% على السجاد. زورونا الآن 15510 جوي رود ديترويت، هاتف 313-397-2003. أكيد بنرجع لكم بحلقتنا من برنامج شو الأخبار، معي أنا حسين هشام ومعنا عبر الهواء ومباشرة الدكتور تمام محمد، مختص في أمراض القلب والأوعية الدموية. و يعني بعد لازال لدينا بعض الوقت، حدا بحب يتصل ويستفيد من وجود الدكتور معنا من خلال أسئلتكم، رقم التليفون على الراديو هو 313-769-6666 واللي بحب يتواصل مع العيادة مباشرة رقم العيادات هني 313-791-3000. دكتور، قبل ما تجي الاتصالات والأسئلة تحت الهواء وفوق الهواء وكل شيء، كنا عم نحكي بشيء اسمه مرض الراينان، خلينا نخلص لهذا المرض لأنه أحلى ما يمد معنا لحلقة ثالثة. بس حابب شير لعوامل الخطورة اللي بتزيد احتمال إصابة المريض أو تشخيص المريض بمرض رينال. أول شغلة مثل ما حكينا، الجنس، النساء أكثر إصابة بالإحصائيات الديموغرافية أو النساء بشكل عام أكثر إصابة من الرجال. العمر، بالرغم من أنه يمكن أن يصيب أي شخص بأي عمر، غالبا بالإصابة بمرض رينود الأولي اللي ما هو مترافق مع أي إصابة مرضية تانية بيظهر عادة بعمر مبكر بين عمر 15-30 سنة. أما الثانوي مثل ما حكينا غالبا يبدأ بعمر 40. المناخ مثل ما قلنا بيصير بالأجواء الأكثر برودة بينصابوا فيه أكثر. القصة العائلية، إذا في قريب من الدرجة الأولى يعني أحد الوالدين
أو الأشقاء أو الأبناء بيزيد احتمال الإصابة بمرض رينود الأولي. هاي بالنسبة للأولي. بالنسبة للثانوي مثل ما حكينا، عفوا بعتقد يمكن في اتصال عشان هيك عم بيعمل إيكو، خلينا ناخذ الاتصال. تفضل لي زينب. مرحبا حسين. يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا. أوكي. سؤالي للحكيم، صار جمعتين عندي chest pain ورحت emergency one time على المستشفى، قالوا لي it's not from the heart. أنا بشوف دكتور دبوس، وآخر شيء عملت أكو وكل الفحوصات بنوفمبر، واللي عم بيصير معي chest pain بيقعد طول النهار، بيروح شي ساعة وبيرجع بيجي، واثنين داي الاثنين بحسهم عندهم شلل من كتافي لدي، بيضلوا شي 5 سكن وبيروح. بيصير عندك شي بيصير عندك طبعا دكتور دبوس يعني من الدكاتره المشهورين يعني، واكيد انت بي اي دي امين كتير يعني، بيصير عندك يعني اذا منطقه الوجع بالصدر اذا ضغطت علي بايدك بيصير الوجع، بتحرض الوجع نفسه؟ بحس اذا شدت بنوجع شوي، بس مش كل الاوقات اذا بشد علي اذا كبست بينوجع. لا، عم بيصير عندي من عم ساري. ها، في عندك وجع بظهرك او برقبتك؟ رقبتي اوقات بتوجعني، بس انا عاده ما عندي مشاكل، لا بالظهر ولا بالرقبه. لقلك ليش؟ لانه الطريقه اللي عم توصفي فيها الوجع غالي يعني، بمعظم الحالات اذا كانت المشكله بالقلب ما بتكون بالايد، ما بتظهر بالايد الشمال وبالايد اليمين، بتكون غالبا ممتده للايد الشمال. اذا الوجع عم بيصير بالايدتين الاثنين غالبا موضوع له علاقه اما بموضوع عصبي يعني تشنج بالاعصاب، التهاب بالاعصاب، او ضغط على الاعصاب اللي بتجي على الايدين من الظهر ومن الرقبه. طبعا معظم الاعصاب بتعصب الايدين وبتعصب جدار الصدر، يعني بتجي على الصدر وبتجي على الايدين بتجي من الرقبه. اذا الواحد عنده مثل بيسموها بلجينج ديسك او هرنيات الديسك، او اذا في شيء من الرقبه او من الظهر بيعمل له هالوجع بالايدين وبالصدر. فانا يعني انا بس بشكل يعني سريع بقول لك يعني هيك، انه يمكن اذا بتلتفتي لهالموضوع بتعملي شويه فحوصات للعمود الفقري عندك، للسباين من الرقبه للظهر، قد يدلك علاج للموضوع. ما نشكله له علاقه بموضوع قلبي اللي عم تحكي عنه. اوكي، بتشكرك كثير كثير حكيم. بتشكرك استاذ حسين. الله يخليكي زينب، يا اهلا وسهلا فيك. تفضل دكتور بالوقت المتبقي لنا حتى نخلص موضوع الراينات ديزيز. بالنسبه لمضاعفات للرينود فينومينا، انه يعمل اعراض حاده او بشكل سريع شيء نادر الحدوث. يعني بشكل عام ما بيعمل تلف بالأنسجة أو بأصابع الإيدين أو بالقدمين، مثل ما قلنا بيعمل تأثير على جودة الحياة بشكل عام. لا. إذا الشريان سكر لفترة طويلة ممكن يعمل التهابات وأحيانا قرحات بالجلد. لا. يعني ألسرز بالجلد، أو أحيانا ممكن على المدى الطويل يعمل جانجرين أو موت بالأنسجة. وبالحالتين هدول لما بيصير الألسر أو الجانجرين بيصير علاجهم صعب كتير. بيصير من الصعب الواحد يسيطر على الموضوع. أوكي، فالأفضل دايما من المراحل الأولى هو العلاج المبكر والوقاية من الموضوع إذا في الواحد قدر الإمكان. كتير منيح. رح أخد آخر اتصال للحلقة لليوم دكتور، بس لحتى نسمح لك أنه تخلص الموضوع. معنا وفاء، تفضلي وفاء. ألو، مرحبا دكتور. في عندي سؤال، إذا واحد عنده سكر وضغط على القلب عم يطلع كتير الضغط، في ضل يمارس الرياضة؟ طبعا السؤال حلو على فكرة كتير. يعني الرياضة ما لها علاقة بأنه الواحد يسيطر على الضغط، على العكس تماما. الرياضة والحمية وإنقاص الوزن والحفاظ على يعني النشاط اليومي بيساعد على السيطرة على الضغط. لذلك بنصح بالرياضة، مو بس في بيتابع الرياضة، لازم يتابع على الرياضة، السيطرة على الضغط والسيطرة على السكري. الرياضة بتساعد على الموضوع، مو بتعمل عائق ضد الموضوع.
فهذا موضوع كثير مهم، الرياضة مهمة بهالحالة انه تتابع فيها الواحد. شكرا كثير دكتور، شكرا كثير. يا اهلا وسهلا فيك مدام. اكيد ما عادش فينا رح ناخذ اتصالات، بدي اعتذر منكم اليوم بس لانه حتى نخلص الموضوع، بس حيالله واحد بحب يتواصل مع الدكتور تمام، ان شاء الله بتقدروا تتواصلوا معه. العيادات موجودين بمدينه ديربون، في عياده موجوده بمدينه ديترويت وايضا بمدينه ساوثفيلد. انتم بتنقوا اي مكان اقرب لكم لما بتدقوا. رقم التليفون هو 313-791-3000 313-791-3000. تفضل دكتور. بحب احكي شوي على الوقاية من مرض رينود وبعدين بحكي على العلاج. ليش كنت سريع دكتور؟ لأنه وصلنا تقريبا للنهاية. الوقاية أول شغلة، كون البرد هو عامل محرض بشكل شديد، ارتداء ملابس دافئة في المحيط الخارجي عندما يكون الجو باردا هو عملية مهمة جدا. القبعة، الوشاح، القفازات، الجرابات أو الكلسات اللي بتكون بتحمي من البرد بتساعد كتير على الوقاية من حدوث نوبة التشنج بأصابع اليدين والقدمين. أحيانا في ناس ممكن يستخدموا غطاء للأذنين، قناع للوجه، أي شيء بيناسب جسمك وبيساعدك على الشعور بالتدفئة لازم تعمله. تدفئة السيارة مهمة جدا، تشغيل جهاز تدفئة بالسيارة لبضع دقائق قبل قيادة السيارة بالطقس البارد بيساعد على الحماية من نوبة الرينود أو نوبة التشنج. طبعا تكييف الهواء أحيانا قد يؤدي إلى نوبات، يعني قد يؤدي إلى نوبات رينود، فينصح دائما بالحفاظ على درجة حرارة أكثر دفئا. فهي شغلة مهمة، هي عوامل وقاية وتميك سنس، يعني أي شيء بيحمي من البرد بشكل عام سواء داخل البيت أو خارج البيت لازم نعمله. بالنسبة للعلاج، العلاج دائما مثل ما قلنا أول شغلة، الهدف من العلاج أول شغلة هو الحماية من النوبات، الحد من شدة النوبات، حماية الأنسجة من التلف، وعلاج المرض أو الحالة المسببة. بالنسبة لأعراض التشنج نستخدم أدوية بالعادة بتساعد على توسيع أو تمديد الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية عند المريض. فمنوصف غالبا أشعة الأدوية هي ما نسميها حاصرات قناة الكالسيوم أو الكالسيوم تشانل بلاكرز. هاي الأدوية بتساعد على إرخاء وفتح الأوعية الدموية بالإيدين وبالقدمين، وبتقلل بشكل عام من تكرر حدوث نوبات التشنج بأوعية اليدين والقدمين عند المرضى اللي عندهم رينود فينامينا، وبالتالي يمكن لهذه الأدوية أن تعالج قرحات الجلد بأصابع اليدين والقدمين. أدوية شائعة جدا بنستخدمها في كثير من الأحيان لعلاج الضغط الشرياني، منا دواء اسمه النفادبين ومنا دواء اسمه الأملودبين أو النورفاسك. هذا الدواء الأساسي بالعلاج بنستخدمه دائما. في أدوية تانية يمكن استخدامها طبعا بتساعد على توسيع الأوعية الدموية وتخفيف التشنج بالأوعية الدموية، وأهم هو النيتروغليسرين. النيتروغليسرين هو دواء شائع بنستخدمه عند المرضى اللي بيصير عندهم أنجينا أو خناق بالصدر أو تشنج بأوعية القلب، الأوعية الدموية أو الأوعية الإكليلية. ففي منا كريمات يمكن تستخدم بتندهن فيها أصابع اليد بتساعد على توسيع الأوعية الدموية بشكل موضعي بالمنطقة اللي فيها تشنج وبتساعد على العلاج. طبعا في أدوية تانية مثل ما قلنا، في أدوية تانية موسعة تانية مثل دواء اللوزارتان أو الكوزار اللي بيستخدموه لعلاج ارتفاع الضغط الدموي كمان بيفيد. دواء السلدنافيل أو الفياجرا اللي بيستخدم لضعف الانتصاب كمان بيفيد. البروزاك من الأدوية المضادة للاكتئاب كمان تستخدم. في أدوية معروفة باسم البروستاجلاندينات كمان تستخدم وتساعد كتير على توسيع الأوعية الدموية. فعندنا خيارات كتير بالأدوية عند المرضى اللي عندهم أعراض شديدة. بالنسبة لنمط الحياة والعلاجات المنزلية، أهم شغلة بننصح فيها تجنب التدخين، مثل ما قلنا التدخين، وحتى التدخين السلبي، يعني اللي بيكون قاعد مع شخص مدخن طبعا بيسموه مدخن سلبي، كل هدول بيصير عندهم بحال انخفاض درجة الحرارة
بيصير عندهم تضيق أو تشنج بالأوعية الدموية، وبتؤدي إلى نوبة من تشنج أوعية اليدين والقدمين. ممارسة التمارين الرياضية، التمارين الرياضية مهمة جدا لزيادة دوران الدم بالإضافة لفوائد الصحية الأخرى. طبعا لما نمارس تفضل دكتور لما نمارس التمارين الرياضية بدنا ننتبه إذا في عنا أي مشاكل صحية تانية. مهم هالشغلة. الشغلة التانية المهمة التحكم بالضغط النفسي والتوتر. مثل ما حكينا صعبة هيدي شو بدك فيها صعبة يعني. إلى نفس التأثير تماما المشابه للبرد أو الإجهاد الفيزيائي. نعم. لازم ننتبه لهالموضوع بشكل كبير. طيب دكتور الأخيرة 15 ثانية عشان نسكر الحلقة بس. تجنب التغيرات السريعة بدرجات الحرارة مهمة جدا جدا. الانتقال من الدافئ جدا للبارد جدا غير محبذ أبدا. دكتور أنا بدي أتشكرك على وجودك معنا. معلومات جيد جدا جدا جدا. حاليا بآخر الحلقة محسوبك صار عنده تعرق وصار عنده سقعة بالإيدين والأطراف. شكرا دكتور تمام على وجودك معنا. اكيد دائما معلوماتك مهمه جدا جدا، ودرهم وقايه خير من الف علاج، والكشف المبكر دائما هو افضل يعني طريقه للواحد يتخلص من هيدي الامراض بشكل اسرع. فانا بتشكر لوجودك معنا. رقم التليفون للدكتور تمام هو 313-791-3000. بحب يتواصل معه، يقبلون جميع انواع التامين. بالنهايه برجع بتشكر السبونسرز تبع هيدا البرنامج، كل من مزاد الولايات المتحدة للفضة والصبح، عندهم مزاد على الفيسبوك اثنين اربعة جمعة وسبت، فورنيتشر كينج محمد كحلة موجودين على جوي رود عندهم سيل كتير كبير حاليا، مركز ديربون لتعليم الكبار ديربون ادولت اديوكيشن، اليكس دهيني من توب مورجج كومبانيز، لينك تي في ارابيك وكل القنوات العربية، وايضا مركز اديوكيتد ستودنت سيرفيسز اللي عنده اولاد بصف ال11 11th grade وبدهم ياخذوا الاس اي تي، في صف للاس اي تي هلا حاليا، فيكم تتواصلوا معهم لإديوكير ستودنت سيرفيسز على 313-566-3733. حيلا واحد عنده اولاد بالثانويه العامه المرحله العاشره 11 او 12 بدهم ياخذوا الاس اي تي، عندهم صف ببلش نهار الجمعه، رقم التليفون 313-566-3733. الى ان القاكم في حلقات مقبله، كان معكم حسين هشام، تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، قناه شو الاخبار، واتساب ميديا نتورك، الى اللقاء.